السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد التحليه اللي كنديرها بالكيك اللي طيبته. كيك عادي يكون عندكم نتوما شي كيك في الدار، لا بالفانيو ولا بالشوكولا بحال هكا، وديروا هنايا. انا درته هنايا في هذا القالب اللي ما تعساش، وغادي يبان لنا الطبقات اللي غادي نديرو. باش سائله يعني 30% يكون فيها دسم، حيت لا كانش عندنا فيها دسم من 30 لفوق راه ما تصدقش معكم، وتكون بارده. اللي تقدروا ديروا معاها كاع هذا الفوق معاها في الثلاجه باش يبرد. فيها بحال الزبده يعني، حيت فيها دسم بزاف. هنايا عندي الماسكاربون، ضروري يكون فيها الماسكاربون. كاس تاع كاس تاع العنبة، وأنا غندير هذا الفاني نسائي، وأنا عندو سكر فاني ندير خنجر. أنا باش كنشوفو القشدة يعني بدات كطلع، غادي نديرو واحد الماسكاربون، فرماج الماسكاربون. عندي داك الكيك فيه الشوكولات، ويعني اختياري. الا كان عندكم هنايا اللوز ولا الكاكاو ولا اللي عندكم تخلطوا معاه مع هاد الكريمه، ديروا تاع هاد لي فروي اللي عندي هنا، الفواكه اللي عندي هنايا هانتوما شتو من الداخل، حيت غادي نديرهم حتى هما هنايا هما باش غادي نسقيو حنا بحال جين. هادي دابا بحال كيف كنحضرو لا جينواز بديك الكريمه تاع الشونتي بحالها، غير هي درتها انا بهاد الطريقه هكذا، ندير بحال هكا، نهبط هنايا ونجيبها هكا. دابا هو نقي خصنا يكونو الطبقات يكونو مقادين. حيت هادي جينواز يعني مخصهاش تدخل المجمد، زعما شكي كتجي راقية، حتى في المنظر كتجي غزالة يعني الواحد الا كانو عندو الضياف. وهنا درت شوكولا عاوتاني، واحد الحبيبات الشوكولات ماشي بحال دوك اللي خلطت مع الكريمه، درتهم من الفوق. شوفوا كي غتجي هنايا، نحاول كاع نديرها معكم هكذا يعني. شوفوا كي كتجي يعني ما تجيش مدقصه،